الآن مشاهدينا لفقرة ضيف نستضيف فيها الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني للحديث عن كشف السفير المواثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في رسائل إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة عن مجموعة من الحقائق لمدعوة سلطانة خيا الانفصالية التي توظفها الجزائر والبوليساريو ضد المغرب. مساء الخير دكتور سليمي. أهلا وسهلا بك سي عبد الله، مرحبا. إذن راسل السفير عمر هلال مجلس الأمن، راسل الأمين العام للأمم المتحدة ووضح مجموعة من الحقائق حول سلطانة خيا. نريد في البداية معرفة سياق وإطار هذه المراسلة حول حقيقة سلطانة خيا. أولا إطار المراسلة هو إخبار وإشهاد وتوثيق على الطريقة التي يستعمل بها مجندون من طرف الجزائر، يستعملون بها ما يسمى بين مزدوجتين نشاط حقوق الإنسان، مسألة لا علاقة لها بنشاط حقوق الإنسان، وإنما هي يافطة يختبئ وراءها تجنيد، ويصل هذا التجنيد إلى درجة التحريض على العنف، إلى درجة أنه يوضع الآن ضمن مسألة العمليات الإرهابية بهذا المفهوم، لأن هناك الكثير من المعلومات التي راجت، هناك الكثير من السلوكات التي راجت والتي ظهرت أمامنا، مثلا منها قضية احتجاز مواطنة أمريكية في بيت سلطانة خيا. لا يمكن أن يسمى هذا كله نشاط لحقوق الإنسان، وإنما هو يدخل في عمليات إرهابية، في عمليات عنف، في عمليات تحريض، وتبين بأن هناك أجندة، بمعنى أن هناك أجندة وضعت في دولة أخرى هي الجزائر، تنفذ من طرف المدعوة سلطانة خيا في المناطق الجنوبية. هذا واضح الأمر، يتعلق كما قلت بإشهاد وتوثيق أمام المجتمع الدولي وأمام مجلس الأمن. لماذا؟ لأن هناك أطراف أخرى تستعمل هذا المفهوم بطريقة خاطئة، تقول بأن الأمر هو داخل ما يسمى، بمعنى أن هناك جني على حقوق الإنسان. لماذا؟ لأنه ليس هناك حقوق الإنسان مسلحة، ليس هناك حقوق الإنسان، ليس هناك حقوقية مدربة على استعمال كلاشينكوف، ليس هناك حقوقية مثلا التي تذهب إلى مراكز التدريب من أجل القيام بعمليات عنف، عمليات إرهابية. دكتور منار سيمي، يعني عندما نتحدث عن إشهاد وتوثيق وأجندة فنحن نتحدث عن حقائق، وسائل إثبات يعني كثيرة قدمها السفير عمر هلال لمجلس الأمن. ما هي هذه الحقائق؟ نريد أن نعرفها. أنا أسميها وسائل إثبات. لماذا؟ لأنه قدم إثباتات أمام مجلس الأمن وأمام الأمانة العامة للأمم المتحدة. المسألة الأولى أن هناك هذه السيدة هي مجندة من طرف المخابرات الجزائرية، ولا علاقة لها بشيء يسمى حقوق الإنسان. المسألة الثانية أن هذه السيدة هي تحرض على أعمال عنف، أعمال إرهابية ضد المدنيين وضد القوات العمومية. المسألة الثالثة أنها تدعو إلى العمل العنفي، إلى عمل مسلح، إلى عمل إرهابي في المناطق الجنوبية. المسألة أخرى وهي أن هذه السيدة بالوضوح وبالإثبات قامت ب 13 رحلة إلى الجزائر. هل هي رحلات سياحية؟ لا، هذه المسألة واضحة، بمعنى أنها تذهب لتأخذ التعليمات، لتأخذ توجيهات، لتأخذ تمويل، وأيضا للتدريب ثم تعود. مسألة أخرى وهي إثباتات بالأرقام، المبالغ التي تأخذها هذه السيدة. ثم مسألة أخرى وهي الدعم الذي يقدم لها على مستوى بعض المعدات والتدريب، تدريب مثلا على مسألة دعاية إعلامية خاطئة من فوق السطوح مثلا ما تقوم به. ثم مسألة أخرى أنها ترفض مثلا استدعاءات السلطات العمومية، وكيف توظف مثلا أحداث ظرفية، بمعنى ما وقع مثلا مؤخرا اصطدام شاحنة لشخص يشتغل في إطار خاص،
اصطدمت ببيتها فحولتها أو حاولت أن تقوم بدعاية من خلالها لتخلق من خلالها حدث معين. هذه هي الإثباتات التي قدمت، وأعتقد فيها عملية كشف على حقيقة المدعوة سلطانة خيا. يعني هذه الإثباتات كما وصفتها بكل النقط التي أتيت على ذكرها، معناها أن سلطانة خيا يعني مجندة من طرف الجزائر للقيام بأعمال إرهابية في المناطق الجنوبية. هذه المسألة أعتقد بأن العلاقة ثابتة، ولا يمكن للجزائر أن تقوم بنفي ذلك. هذه السيدة هي تسافر إلى الجزائر، تلتقي بالمخابرات الجزائرية، تسافر إلى المخيمات، هناك تدريب، هناك صورة واضحة، صورة وهي مع سلاح الكلاشينكوف. ما معنى هذا؟ هل هناك حقوقية في العالم؟ هل هناك حقوقية في العالم شخص، امرأة أو رجل، يأخذ صور مع كلاشينكوف؟ هل هذه المسألة يمكن أن نسميها تدخل؟ هذا ليس هناك ما يسمى بحقوق الإنسان المسلحة. مسألة أخرى أن هناك مسائل ثابتة، فقط من يعود إلى وكالة الأنباء الجزائرية يجد بأن هناك دعاية لهذه السيدة يوميا، إن لم نقول بأنه على رأس كل ساعة. ما معنى هذا؟ معناه أنها مجندة من طرف المخابرات العسكرية الجزائرية للقيام بأعمال تخريبية، أعمال إرهاب في المناطق الجنوبية المغربية. هذا واضح جدا، ومسؤولية الجزائر واضحة في هذه النقطة. وما الذي يعني تدريب من هذا النوع فوق الأراضي الجزائرية؟ في القانون الدولي هذه المسألة محظورة. أنا لحد الآن أتساءل، هذه الدولة التي هي الجزائر كيف تفهم القانون الدولي؟ لا أعتقد بأن لها علاقة بالقانون الدولي. مراكز للتدريب معناها أن هناك عدوان يتم التخطيط له ضد دولة أخرى. الجزائر هنا باحتضان هذه المراكز التدريب هي تخطط لأعمال عدوان ضد المغرب. هذا واضح، وهذا محظور في القانون الدولي، ويعتبر جريمة من جرائم الكبرى في القانون الدولي. هذا واضح جدا، لأنه كل الدول لما وضعت ميثاق الأمم المتحدة، لما جاءت توصية ديال 1974 حول العدوان وتوصيات أخرى، لما اكتمل الإطار القضائي مثلا المرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية، كل هذه المسائل تبين بأن احتضان أماكن للتدريب المسلح ضد دولة أخرى يعتبر خرقا من الخروقات الخطيرة في القانون الدولي، التي تساوي عدوان، والعدوان هو محظور في القانون الدولي. يعني سلطانة خيا لديها جواز سفر مغربي، ويتقول بأن ناشطة حقوقية، وذهبت يعني 13 مرة، بمعنى 13 رحلة نحو الجزائر، وهناك تمويل شهري. ما الذي يعني ذلك؟ أولا جواز سفر مغربي، يجب أن نقول مسألة. هناك عائلة خيا هي عائلة وطنية، عائلة لها ارتباط كبير بالوحدة الوطنية، وهذا معروف، هذه المسألة معروفة. هذه العائلة خرجت، هذه السيدة من هنا خرجت بهذا الشكل، لها جواز سفر مغربي. هذه يجب أن تقرأ من طرف المنظمات الحقوقية أن المغرب كيف يتعامل. هذه مجندة من طرف المخابرات الجزائرية وتسافر إلى الجزائر. هذه الأمور كلها يجب أن تقرأ من طرف المنظمات الحقوقية الدولية ومن طرف الأمم المتحدة. لماذا؟ لأنه مثلا إذا أخذت الحالة الأخيرة التي احتجزت فيها مواطنة أمريكية، هذا يعتبر احتجاز ويعتبر جريمة تتحمل مسؤوليتها، جريمة كاملة الأركان تتحمل مسؤوليتها سلطانة خيا. هناك تمويل جزائري، هناك تدريب فوق الأراضي الجزائرية، هذا كما قلت عدوان محظور في القانون الدولي، خرق لمقتضيات المادة 2 قرار عام ميثاق الأمم المتحدة، القواعد الآمرة، كل هذا يدبر فوق الأراضي الجزائرية ضد المغرب. بمعنى أنه في حالة حدوث شيء معين من طرف هذه السيدة، معنى هذا تتحمل هي المسؤولية، وتتحمل المسؤولية الجنائية أيضا الجزائر. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على هذه المشاركة.